بقى ما بعرف إذا نفس السلايد اللي عندك دكتورة. أوكي. ظهر سلايد، ممكن تحاول تبدليه حتى نعرف الصورة ثابتة ولا لا. طيب يلا، هذا هو هذا هو. طيب هلأ شو؟ واقف. هلأ الصورة وقفت. وقفت دكتورة. يعني معناها مشكلة بالنت. هلأ صارت مصادره ومصائره ومش أخبر عليها بالأحمر؟ ايه خلاص هاي هي، يلا توكلنا على الله. يلا يلا تمام. هلأ كنا عم نحكي عن الداء السكري، إنه كتير مهم وما في اختصاص من الاختصاصات رح تدخلوه إلا باستجوابكم. حتسألوا المريض هل يوجد عندك سكري، هل يوجد عندك ضغط. إذن ليش دائما سواء كنت كطبيب عينية ولا طبيب عصبية ولا طبيب هضمية، يعني مريضة إمساك أول سؤال تسأل إنه من بين الأسئلة بعد ما تستجوبها، إنه هل في أمراض مرافقة سكري؟ مثلاً إن طبيب العصبية إجا مريض عنده خدر ونمل أعراض عصبية، عندك سكري، مريض تعب وهن عام عند مريض عند الطبيب العام رح يسأل عن السكري. إذن السكري مهم جداً جداً، لأنه تظاهراته بكل جسم بكل جهاز من أجهزة الجسم موجود. أو هلأ رح نحكي، يعني اليوم رح تكون المحاضرة كتير مهمة لأنه المدخل إلى الداء، يعني إلى العلم الداء السكري. وعلى فكرة يعني يمكن أكتر مرض عم ينشغل عليه بسبب شيوعه هو السكري، شيوعه وأنه معدل إماته يعني صاير كبير كتير. هلأ رح خلال المحاضرة إن شاء الله رح نحكي كتير كتير عن موضوع شو المؤهبات للداء السكري. إذن هلأ الداء السكري يمكن ما منا حدا إلا من له قرايب وعنده داء السكري. إذا بدنا نعرفه هو ارتفاع مو مرة واحدة ولا مرتين، ارتفاع مزمن بسكر الدم، بيعمل اضطرابات استقلابية. على فكرة هو مو بس بالسكر، هو مو بس إنه مشكلته بالسكر، وحتى إنه له علاقة بالاستقلاب بشكل عام. يعني اضطراب استقلابي أكثر شيء بيميزه إنه ارتفاع مزمن بسكر دم، وبالإضافة لحتى كمان إنه بيرفع الكوليسترول والشحوم وبيأثر باستقلاب البروتين والدسم. هلأ هو المرض شو سببه؟ هلأ بكلمتين مختصرين، إما إنه ما عندي إنسولين أبداً، أو هالإنسولين موجود بس غير كافي، أو إنه ما عم يقدر يشتغل على الأنسجة الهدف بشكل مزبوط. هاي مختصر مفيد لكل أنواعه تمام؟ شو بيتظاهر الداء السكري؟ ارتفاع سكر الدم الصيامي أكثر من 126. هلأ هذا الرقم كتير مهم عند علماء الغدد، مهم جداً. هم نحددوا إنه الرقم 126 إذا المريض حللنا له أكثر من مرتين على الريق وطلع مية أكثر من 126، خلص هذا بشخص سكري. بيتميز كمان باضطراب استقلاب الكربوهيدرات، يعني السكر استحداث السكر، أو يعني كيفية التعامل مع الجلوكوز سواء استحداثه أو تخزينه أو صرفه للخلايا، يعني هو بما يتعلق بالداء السكري بالإضافة لاضطراب استقلاب الدسم والبروتينات. مثل ما قلنا ليش مهم، لأنه بيأثر بالعين، طبيب العين كتير بهم عنده إذا مريض سكري ولا لا، ولا طبيب الكلية إذا مريضه عنده سكري كتير له دور، إنه بصير عندهم اعتلال كلية سكري، بصير عندهم اعتلال أعصاب، بصير عندهم اعتلال أوعية دقيقة مثل اعتلال أوعية القلب أو اعتلال الأوعية الكبيرة مثلا السباتيين أو الحرقوفيين أو المقبضي إلى ما هنالك. هلأ أهم شيء إنه عنا إنه يعرف السكري بالمجتمع بأنه فقدان الوزن، إنه المريض مسلول ومعلول، يعني إنه نحفان كتير بيقولوا يمكن صاير معه السكر. المريض اللي عنده نقص سكر
مع نقص انسولين، والانسولين هو هلا مثل ما حنمرق معنا انه هرمون بناء، فلذلك المريض بيشلت من اوعيه فعلا انه بيجي بنقص وزن شديد. طبعا هي بس وقت بيكون عندي نقص انسولين شديد بس، واما اذا مقاومه له لا المريض بجسمي. هلا كله ان شاء الله رح نذكره. اذا المريض قد يجينا بفقدان وزن، قد يجينا بنعمي بوال وسهاق، يعني بفيق بالليل 3 مرات بفيقة تواليت، ما بيطلع من التواليت إلا بيمسك بيفتح البراد وبيشرب يمكن 3 أناني مي. إذن بوال وسهاق والتعب والإعياء، مثل ما قلنا لكم نحن بمرضى الغدد عن قصة التعب، يعني كل مريض بيجي لعنا عنده تعب، فلذلك دائما منحلل له السكر ومنحلل الـ TSH وممكن نحلل الكلس والشوارد. هذول الكلين إن علاقة بموضوع كلمة التعب بمرضى عند مرضى الغدد. هلا بدنا نفوت، معلش بدنا نشرح، مع إنه أنا ما كتير إلي مرق بالفيزيولوجيا، بس بصراحة بالداء السكري يعني كتير حتى بما فيهم الأدوية كله له علاقة بالفيزيولوجيا. هلا استقلاب السكر، شو هو مستوى السكر الطبيعي بين 60 و 110؟ مصادره من وين بيجي السكر؟ أكثر من 90% بيجي من الأمعاء، قد ما ما شاء الله عم يأكلوا. مصادره إما بيمتص من الأمعاء أو إنه بيجي من الكبد. من الكبد شلون بيجي؟ عنا طريقين، إما إنه الجلايكوجين، يعني شو بيقولوا له بيت المونة تبع الجلوكوز، شو اسمه جلايكوجين، وين موجود هذا؟ بالكبد. وقت إنه صايمين، هل من المعقول إنه يبقى الجسم من دون طاقة ومن دون سكر؟ لا. بعد هالعصر شو بيعمل الكبد؟ بيجيب من البيت المونة من الجلايكوجين وبيكسره للسكر جلوكوز وبيبعته للدم. أو أحيانا في عنا استحداث سكر، يمكن أنتوا هاي استحداث السكر من يعني من استحداث السكر في له أكثر من طريق، أو في حلقة كريبس ومدري شو، أنه آخر شيء بيطلع عنا جزيئة سكر. مصيره إما أنه بينبعت للنسج المحيطية، وخاصة مين أكثر شيء بده السكر؟ النسيج العضلي وقت المريض عم يتحرك، والنسيج الشحمي. وإذا زاد عنا سكر كتير، إنه والله بعت للعضلات وقالوا لهم بكفينا، وبعتوا للشحم قال والله تمام نحن أشبعنا بالسكر، وين بيروح؟ بيروح على الكبد وبيتصمد كجلايكوجين. هلأ حركة الجلوكوز لها علاقة بحالة الطعام أو الصيام. هلأ بين الوجبات، أول شيء بعد الوجبات أكل المريض، عفواً أكل الإنسان الطبيعي بيزداد مستوى السكر. ليش؟ لا بسبب الامتصاص المعوي أصلاً، حتى الامتصاص السكر ببلش من الفم، فلذلك عليه الصلاة والسلام شو قالنا وقت بنفطر منشان دغري يتعدل سكرنا عند المغرب؟ إنه نبلش نأكل برطب. الامتصاص ببلش من الفم، مع يعني عن طريق المخاطية الفم ببلش امتصاص السكر. يزداد مستوى سكر الدم بسبب الامتصاص المعوي، وارتفع. هلأ بلش يرتفع السكر من وقت من بلش باللقمة بتتم، وأخص إذا كان السكر بسيط. هون بقال بينبعت خبر مجرد ارتفع السكر البنكرياس بتبلش بإفراز الإنسولين استجابة لارتفاع السكر. كل ما ارتفع السكر كل ما الإنسولين بيزيد إفرازه، كل ما ارتفع بيزيد إفرازه. طبعا وإنما للصبر حدود، وقت المريض عم يأكل سكر بشكل مو طبيعي رح الإنسولين رح يقول له إيه فهمنا بقى، يعني أنا ما عدني قدرت لحق لك، وهم بتبلش الاضطرابات. بينما وقت يكون الإنسان طبيعي لا نأكل حتى لا نأكل حتى نجوع، ولا وإذا شبعنا شو اللهم صل على النبي تعرف هو الكمالة. إذن الأكل الطبيعي شلون؟ بعكس إن إحنا مثل ما هلأ عم نأكل تماما للأسف. إذن بعد ما بيجي الإنسولين بيدخل السكر للنسيج العضلي والشحمي، والإنسولين بحد ذاته بيروح بيقله للكبد دير بالك لا تركب سكر جديد، بيصبت إنتاج الجلوكوز يعني استحداث الجلوكوز. وإذا زاد السكر كتير بنشط تشكيل الجلايكوجين. هلأ بين الوجبات ما عاد في سكر فموي،
مجرد انه دخل يعني وقف الامتصاص المعوي للسكر خلصت الوجبه، صرنا مثلا بين الوجبات في مثلا او حاله صيام، هون بينقص الانسولين. مين بيجي منشان يضل مثل انه بنزين وفران بنزين وفران؟ بتجي الهرمونات المعاكسه بدت يعني انه تهدي الوضع وترجع كل شيء على ما هو عليه. هلا هون بينقص الانسولين وبتزداد الهرمونات المعاكسه اللي هي على راسها الجلوكاجون والادرينالين، فيزداد الوارد من السكر من الكبد الى الدم. ما هلا وقت إجا السكر وين وزعوا؟ بعتوا للكبد. هلا صار بدنا اياه، يا كبد بعت لنا شويه سكر ناقصنا شوي صغيره، بيبعت لهم بشكل منتظم. وبين الوجبات بيتم بنشط تحلل الجلايكوجين استحداث السكر. هلا بالاضافه للدور الاستقلابي للسكر، في عنا دور بنائي انه السكر بيدخل بتركيب البروتيوغليكان. وين هذا البروتيوغليكان؟ مثل ما بتذكروا بانشطه الخلايا. هلا كثير هاي شغله مهمه انه خلايا الدماغ تعتمد بشكل اساسي على جلوكوز الدم، ما عندها مثل النسيج الشحمي او النسيج الكبدي او اي او الخلايا العضليه ما عندها مجال لاستحداث السكر. هي خلايا راقيه ما لها فاضيه والله تقعد تشتغل بسكر، لازم يجيها لعندها معززه مكرمه، لازم يجي سكر لعندها حتى بيفوت من دون انسولين. بالاضافه انه مخزون السكر بالدماغ بكث يعني فقط لدقائق، فلذلك انه وقت المريض بينقص سكره مباشره اول ما بيتاثر بدوجه المريض، بعدين انه ممكن يدخل بغياب وعي. هلا احيانا انه بالحالات يعني كثير اللي الشديده الجوع الشديد يعني او نقص السكر الشديد ممكن انه يمشي حاله كام دقيقة إضافيات بالأجسام الكيتونية. مثل ما قلنا هو السكر ليش كل أدعم نحكي عن السكر؟ السكر هو بصراحة مصدر الطاقة بالخلية، وبتعرفوا هلأ ما في حدا ما في شيء بالدنيا بيمشي من دون مصادر الطاقة، سواء الكهرباء، التدفئة، الحركة، أي شيء بالجسم بده طاقة، وعلى واهم مصادر الطاقه هو الجلوكوز. هلا مثل ما قلنا انه في بعض الخلايا بتحتاج للانسولين لحتى يفوت السكر لعندها مثل النسيج الشحمي والعضلات والخلايا الكبديه، بينما انه في انواع من انسجه الجسم ما في حاجه لوجود الانسولين مثل خلايا الدماغ وكريات الدم الحمراء والنبيبات الكلوية ومخاطية الأمعاء وعدسة العين الشبكية. هذا الكلام كتير مهم على فكرة، حطوا لي تحت منه إشارة. تمام؟ هلأ كيف ينتقل الجلوكوز عبر غشاء الخلية؟ في عندي نقلين، يا النقل الميسر يا النقل الفعال. النقل الفعال إجباري عنه، بده يفوت السكر من الأمعاء لجوات الدم يلي جاري قريب من الأمعاء، يعني قريب من عرى الامتصاص. هون النقل الفعال، شو يعني النقل الفعال؟ تعرفوا انتوا اشطر مني انه لابد من وجود طاقه اجباري عنه، بياخده من مكان بفوته لمكان مقابل مصاري اللي هي الطاقه الاتبي. في عنا بينتقل عن طريق السلايد واقف. نعم دكتور واقف. طيب الله ليش هيك؟ معقولة لا والله ضروري يشتغل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أجا؟ ما لا دكتور واقف، دي أرجع لا إله الله، لا ضروري تتابعوا معي والله. دقيقة طيب رح أرجع من أول وجديد شاركوا.
إله إلا الله. هلا معقول النت يعني ضعيف حتى ما عم هي ما عم يبين انه عم ينتقل من سلايد لسلايد؟ طيب هلا شلون؟ هلا السلايد واضح مكتوب بعنوان فقره تطبيق سريع. يلا والله غالبا يمكن النت عندي ضعيفه. على الأغلب على فكرة أنا على الصوت عم بحكي على ال شوف هلأ مزبوط بالفعل عم بن ما تغيرت. طيب هلأ شو اللي ظاهر عنكم أنتم تطبيق سريري ما؟ أي نعم يا دكتور. الله دخيلك انتقل بعد الواجبات وبين الواجبات. شوي لا هلا تمام هلا تمام النقل الفعال نقل المساعد تمام إيه كنا عم نحكي عن النقل الفعال. طيب النقل الفعال مثل ما قلنا انه بتمسك واحد من راسه بتنقله من الامعاء بتفوته على الدم. هذا بده طاقه. هلا عبر مضخه الصوديوم جلوكوز. هلا هي الصوديوم جلوكوز ترانسبورت بروتين رقم واحد هاد بالأمعاء والكلية، بينما رقم اثنين فقط موجود في الكلية. كمان هذا له أهميته حيجي معنا بعدين. هلأ النقل الميسر هو باتجاه المدروج وبدون طاقة. في عنا خمس أنواع له، هاد له ما كتير مهمين. هلأ تطبيق سريري. هلأ هل التطبيق السريري الأول والثاني إنه على التكيف، عم يحكوا فيه عن التكيف، إنه كيف الإنسان بيقدر يتكيف. هلأ كيف بتتكيف، كيف بيتكيف يعني البنكرياس مع مريض سكره دائماً عالي، وقت نحن بنيجي منظبط الوضع منخربط له التكيف، بده يرجع فترة ليتكيف إنه رجع السكر شوي. بينما كمان التطبيق السريري الثاني عم يحكي على إنه مريض لا دائماً عنده سكر دم نازل، وهو متعود عليه رقم يعني انه رقمه متعود على نقص سكر 40، ورغم هيك انه ما عنده اعراض. ليش؟ لانه نواقل السكر اللي بالدماغ تكيفت سواء مع انخفاض السكر المزمن او بتتكيف مع الارقام السكر العاليه. هذا هي فكره التطبيقين السريريين. هلا يستقلب الجلوكوز بطريقتين، هوائي ولا هوائي. طبعا الهوائي افضل بكثير. وينتج عن استقلاب الهوائي شوفوا كم وحده 36 جزيئه اتبي، بينما الاستقلاب اللاهوائي هذا مثل اللي عم يشحر تشحير، ورغم هيك ما بيطلع لي غير جزيئتين اتبي. هلا بالنسبه للعضلات المريض انه متعب مثل ميسي بنهايه المباراه، طبعا انا ما بحب الميسي ها، عند العضلات في حالة الجهد الشديد والسريع بتضطر العضلات تستخدم الاستقلاب الجلوكوز الهوائي واللاهوائي مشان تلحق تجيب طاقة. لو تنتين زيادة ما عندها مشكلة. هلأ أنا في عندي كلايكوجين عضلي، هذا يخزن بالعضلات بس لا يمكن أنه يتكسر، لا يمكن انه يكسر ويعطي جلوكوز مثل الجلايكوجين الكبدي. ليش؟ لانه بتفتقد لانزيم الجلوكوز 6 فوسفاتاز.
هاي كتير الفكرة مهمة أصلاً. على أساسها هاي الملاحظات، على أساس الملاحظة الأولى بيصير عندي اعتلال الأعصاب واعتلاء والساد عند مرضى السكري. ليش مرضى السكري بيزيد عندهم اعتلال الشبكية السكري وبيزيد عندهم الساد وبيزيد عندهم اعتلال الأعصاب الدقيقة السكرية؟ الأساس بالموضوع إنه في عندي في إلنا خلايا معتمدة على الإنسولين، وعلى رأسها رح أرجع أذكر بالموضوع، على رأسها النسيج الكبدي والعضلي والشحمي. في عنا خلايا غير معتمدة على الإنسولين حنرجع نقولهم، اللي هن الكريات الحمراء والخلايا العدسة وخلايا الشبكية والخلايا الدماغية، هدول غير معتمدة على الإنسولين. هلأ هدول اللي غير معتمدين على الإنسولين في عندهم سبيل بديل لاستقلاب الجلوكوز، هو السبيل الكحولي. في عندهم أنزيم بيحول الجلوكوز إلى سوربيتول. هذا السوربيتول فيه مركبين بيحتوي زمرتين كحوليتين. هذا السوربيتول وقت بكرمس على أوعية على بطانة الأوعية الدقيقة، هون بيعمل مشاكل بالأوعية الدقيقة. فلذلك العين مثلا بتلاقوا انه اوعيتها مره ناسفه ومره متضيقه، مره انه السوربيتول وقف بمكانه سده، او انه اللي قبله المسدود عمل انفجار وعمل نزف. هاي السوربيتول كثير مهمه. الاصابه الاوعيه الدقيقه هي اهم شيء. هلا انا لشوف اذا هلا رح افوت على سلايد في شويه ابيض، بدي مثلاً على هذا السلايد ماشي، بدي أرسم لكم رسم مشان الأوعية الدقيقة. دقيقة شوي صلا، بس هلأ أعرف أقدر أرسم. هلا شوفوا هي الرسمة، تمام؟ هلا هون في عندي أوعية هذا الوعاء. ترى ما في رسمة. ماله واضح؟ والله غالبا بيصدر. إيه هلا في لساتنا بالملاحظات؟ إيه. يا إلهي. بس ما في أي كتابة. لا ما لنا في الملاحظات، نحن في المخطط. تمام. وأنا رسمت عليها الأخطين حمر. لا كأنه النت. لا ما مرسوم عليه شيء. لا إله إلا الله، والله هيك ما حيمشي الحال. معقولة؟ والله لا أنا مش الحال معي. طيب عند البقية واضح؟ دورة. لا دكتور ما مرسوم. لا لا فعلا ما واضح. طيب خلاص ايمونا من الرسم، يبدو انه ما حيزبط. طيب هلا مثلا نحن عايشين بشوارع دبي، مرقنا بدبي بالاوتوستراد العريض، بعدين رحنا على حارة فرعية، فتنا على جزيرة النخيل، كليات الشوارع بتسع ممكن خمس ست سيارات تجرمكم، يعني كل اتستراد، كل ما فرقنا من اتستراد لحارة فرعية بيضل انه في متسع والحارات كلها والشوارع كلها ماشية تمام. يوم من الايام بجزيرة النخيل رقم مثلا سبعة صار حريق، بدهم ينادوا للاسعاف وللطوارئ وكذا. خلال ثانيتين قدر الطوارئ يوصل لوين؟ للجزيرة النخيل السابعة وأخمد الحريق ويسعف المصابين وتم الاستتباب الأمر والأمور تمام. هيك عند المريض الطبيعي، عند الإنسان الطبيعي. بينما عندنا مريض سكري له السكر معه 30 سنة وما له مآمن بوجود السكر، بياكل وبيشرب وبياكل شوكولاتة وعين الله عليه وما له فارقة معه أبدا. يوم من الأيام انضربت اجره، ما هو ما عرفان ليش عم يطلع مرته عم تطلع له باجره، لك شبه اجرك يا رجال.
تيركويز، إنه فيها فعلاً إنه حتى مسودة ومزرقة وباردة، لك ما لك حاس فيها؟ لا والله أنا مالي منتبه لها. هلأ هون هذا المريض مثل شوارع، يعني هلأ شوارع زي صارت زبطة الحقيقة، بس يعني من قبل كانت مولا زبطة. إجا صار مثلاً لنفترض لا قد الله يحمي الجميع، مثلاً نقول إنه حريق صغير أو صار انفجار أو قنبلة لا قدر الله، المهم إنه بده يجي إسعاف. والله يا أخي هون الطريق مسكر، إجا ليفوت الإسعاف والطوارئ. هون الطريق مسكر ليش؟ لأنه هون حاطين كلبة، وهون واحد عم ينزل بضاعته، وهون عم يرمموا الشارع. ما قدر يستغل الإسعاف، المريض الحريق زاد أضعاف مضاعفة، بدال بيت بيتين احترقوا، والمريض بدال ما يتأنقذ مات، وزعلت معه قرايبته وقرايبة قرايبته، وشي صار معه جلطة من الزعل. إذن بدال ما نحتوي المشكلة، وإذ أنه المشكلة أكبر بكتير صارت هيك تماماً بالأوعية. كيف الشوارع هدلول اللي عم بحكي لكم عليهم الشوارع السيئة؟ تماماً هيك أوعية المريض الدقيقة. وأخص كل ما بعدنا عن مركز الجسم، يعني أنه بنهاية الأصابع هذا كتير شريان طويل لحتى يصل لنهاية الأصابع. فعلاً إذا صار أي مشكلة هون بيكون في عندهم اعتلال أعصاب، صارت مشكلة ما بيدروا فيها، وإذا دروا فيها ما بيقدروا يوصلوا للخلايا المناعية. ليش السبب الأوعية الدقيقة؟ لأنه بيصير أحياناً فيها بقلب أوعية الأوعية الدقيقة المغذية للأعصاب بيكون قاعد السوربيتول وخربها. هلا بدنا نرجع، هلا حكينا لكم المثال من دون رسم، ان شاء الله اكون وصلت لكم الفكره، فكانه ما عدتم العرض موجود، ما هيك؟ موجود الملاحظات السلايد عنوان. هلا هي هلا هذا المؤيد تمام، بس انتم شو عنكم ما عم يقلب معي ومعكم نفس الشيء؟ مخطط يعني حاليا في المخطط ما تغير شيء. يا الله ما الانترنت عندي ضعيفة، معناها بدي شلون بدي ركز الوضع؟ لا إله إلا الله. هلا بدنا نقلب على السلايد الإنسولين. فيكم انتو طيب افتحوا محاضراتكم، هيك يبدو انه احسن شيء بصراحة. ما بعرف الانترنت اليوم شوي سيئة. دكتورة الشاشة ما يمشي، مشكلة النت هي من عندك، يعني المشكلة من عندك. هلا عليك قلبت مش الحال. هلا تمام يلا. هلا الانسولين، هلا حكينا شوي عن السكر وكيف مصادره وشو مصيره وكيف بيستقلب، ومين الخلايا اللي بدها اياه مع الانسولين، ومين الخلايا اللي بدها اياه من دون واسطه، بيفضلوا من دون واسطه، حكينا عليهم. هلا بدنا نحكي عن الانسولين. الانسولين بيتركب، بتعرفوا، بالجهاز الشبكي البيطاني، رجعنا للخليه، وجهاز كولجي بخلايا بيتا بجزر لانجرهانس. هلا كيف بيتشكل؟ اذا شايفينه هذا اللي بالفوق البرو بري برو انسولين، شايفين في بنصه سي وعلى طرفينه في اي وبي، وفي على اطرافه بالرمادي. وقت بينقطعوا الرماديات بيصير اسمه برو انسولين. وقت بيلفوا الاي والبي وبيصيروا بيرتبطوا بجذور كبريتيه وبيحذفوا البيبتيد سي، بيصير انسولين كامل. اذا انتبهتوا له على اليمين الانسولين عم اشير انا هلا، هاد هو البري برو انسولين، هذا السلسلة او هي السلسلة بيتا، وهي سلسلة سي بيبتايد، وهدلولي كمان زوائد حمود امينية. وقت بنقطع هاد وهاد شو بصير؟ اسمه برو انسولين. وقت بلف هاللفة بترتبط السلسلة مع السلسلة بيتا بجذور كبريتية، وبينحذف البيبتيد سي، شو بصير؟ هذا الانسولين الاساسي. على فكرة البيبتيد سي له كتير أهمية، صحيح أنه هو ما له أهمية بعمل الإنسولين، بس له أهمية لنشوف أنه هل البنكرياس عم يفرز إنسولين مزبوط، أو هل هو يعني أنه إذا شفنا كمية البيبتيد سي مع كمية الإنسولين نفسها
وأنه كميتها منيحة تمام. بينما أحيانا بيجونا مرضى عم ياخدوا إنسولين بشكل خارجي من دون ما يقولونا, وأنه هن عندهم نوب نقص السكر, وبدنا نشخص لهم هل هن معهم إنسولينوما ولا هن عم ياخدوا إنسولين من برا, أنه إنسولين داخلي ولا خارجي المنشأ من عائر البيبتيد سي. إذا كان البيبتيد سي عالي معناها والله الإنسولين زايد بالجسم, إذا كان البيبتيد سي صفر إذا المريض عم تاخد إنسولين من برا منشان تعمل نوب نقص سكر حقيقية ويخافوا أهله ويرقدوا فيه على المشاعري. على فكرة بتصير أكتر شيء مع الناس اللي عندهم بالعيلة داء سكري أو عند الممرضات. هي عن الإنسولين. هلأ عمر النصف نصف عمر الإنسولين كتير صغير 5 دقائق, بينما البيبتيد سي 30 دقيقة. هلأ ما عاد كانوا أيام زمان يستخدموا, الأول ما صاروا يستخدموا الإنسولين بعلاج مرضى السكري كانوا يستخدموا الإنسولين البقري والخنزيري. هلأ لا, هلأ عم يعملوا إنسولين بشري تماما اعتمادا على تقنيات الدي ان اي. إفراز الإنسولين, مين اللي بيحرض إفراز الإنسولين؟ هو وصول الجلوكوز عن طريق الجهاز الفموي, الجهاز الهضمي ابتداء من الفم. مجرد أنه وصل الطعام للمعدة وبلش الجلوكوز يرتفع مستواه بالدم مباشرة بيتحرض الخلايا بيتا بجزر لانجرهانس على إفراز الإنسولين. وهالإفراز له طورين, طور سريع وطور بطيء. الطور السريع له له علاقة بكمية الكلس, إنه يكون يعتمد على وجود كمية سوية من الكلس. وبهالطور السريع أكيد ما حيقدر والله يساوي لنا إنسولين ويبعث لنا إياه. هذا بيكون مخزن وحاطط شيء احتياطي بقلب جهاز جولجي مباشرة بالطور السريع. أول ما ببلش السكر يرتفع وبوجود كمية سوية من الكلس مباشرة شو بينفرز الإنسولين المخزن أو المصنع سابقا والمخزن, فتحدث ذروة إفراز باكرة بعد دقائق من ارتفاع الحاد في مستوى الجلوكوز بالدم. والطور بيضل بس 5 دقائق. بعدين في عندي طور بطيء, المريض مو بيضل بياكل 5 دقائق, بيضل عم ياكل أحيانا حسبي الله عليك نص ساعة. في عندي طور بطيء, هذا بيبلش بعد 15 دقيقة من وصول الطعام للمعدة. هلأ نحن هلأ بالمخطط اللي وراء هلأ في عنا هذا الطور السريع إذا منتبهين. هلأ بلشوا يطلعوا الشخاويط. هذا الإفراز, الطور الإفراز السريع, بعدين بينقص شوي بعد 15 دقيقة مثل ما شايفين بيبلش ذروة الإفراز البطيء. إذا في عندي الطور السريع اللي شفتوه على المخطط وعندنا الطور البطيء. هلأ الطور البطيء بيضل مستمر لحتى أنه يخلص امتصاص السكر من الأمعاء. هذا ما بيعتمد على الكلس, لا بيعتمد على الـ AMP سيكلي, والله نسياني هذول الـ AMP شو هي السي سيكلاز في خلايا بيتا. هي المخطط مثل ما قلنا. هلا حقائق رقمية, معدل إفراز الإنسولين 1 لـ23 ميلي جرام بالـ 24 ساعة. شايفين هذا الرقم 0.7 وحدة إنسولين على الكيلو باليوم. نحن هذا نفس الرقم بنعتمده لعلاج المريض. إجاني مريض إنه بيحطوا على إنسولين, دائما بختار هلا هو بين 0.5 ل 0.5 لواحد ميل لواحد يعني لواحد وحدة إنسولين بالكيلوغرام يوميا. يعني أنا دائما بختار إنه الرقم نص أول ما بدي بلش, وبعدين برتفع بزيد عدد وحدات الإنسولين هي حتى يصير المريض سكره مضبوط. يعني مثلا إذا مريض بدنا 7 بالـ10 وحدة إنسولين للكيلو باليوم, إذا وزنه 70 قديش بده؟ يفترض انه وسطيا يكون بده 50, يعني 7 × 7 = 49 تقريبا 50 وحدة انسولين. هلأ كم عرضي بيتراوح بين 0 لـ25, ما بيصير يكون اكثر, اذا كان اكثر بيكون في عندي انسولينوما.
أو إنه اضطراب الإنسولين هلا حنحكي عنه. نصف عمر الإنسولين إلنا 5 دقائق، يستقلب 90% بالكبد وبالكلية 10%. مرضى السكري اللي يصير عندهم قصور كلوي منخفف لهم كمية الإنسولين مشان ما يتعرضوا أكثر لنوب نقص السكر. هلا علاقة الإنسولين بالبدانة، هلا في عنا الشخص الطبيعي، هلا في عنا الطبيعي، هذا الإنسان طبيعي، في عنا النحيل وفي عنا البدين. هلا بالنسبة للنحيل وقت بياكل الطعام يبدأ عنده إفراز الإنسولين تماما مثل ما شفناها مثل ما شفناها بالمخطط السابق، إنه ذروة بعدين بيتناقل الانسولين. افراز الانسولين هلا هون هي الذروه السريعه وهي الذروه البطيئه وبعدين بيرجع لها طبيعي. بينما عند الانسان البدين بيصير عنده هلا الانسان هذا البدين بس ما له مصاب بالسكري، يعني ما عنده اضطرابات، هذا بيكون زمن الذروه اطول وكمية الإنسولين بتكون أكبر. إذن مثل ما قلنا إنه بتكون الذروة عالية وبتستمر فترة طويلة. هلا هذا بيسموه مرحلة سكري كامل، يعني فلذلك هدول المرضى مثلا إنه صار هو بدين وأكل طنجرة كوسة محشي من 3 ساعات، بيرجع بيقول له ماما أنا جوعان. طب يا أمي هلا لسه أكلت أنت؟ إلا والله جوعان، والله حاسس بني عم يفرق كأنه صايم. هذا شو سببه؟ سببه إنه عندهم ذروة إفراز الإنسولين بتكون عالية ومطولة، فلذلك يعني لو مثلا خف شوي مستوى السكر إنه ما عاد جاي أكل من الطعام نقص سكر، وقت نقص سكر بيرجع بيقول إنه جوعان. فلذلك هدول المرضى اللي بيقولوا انه بعد 2-3 ساعات بيحسوا انه نقص سكرهم وانه هيك رجف دمهم وكانه بدهم شيء حلو ياكلوا، هدول واخص اذا كانوا بدينين بنحط عليهم اشاره استفهام، لازم نقول انه يتخلوا عن بدانتهم ويخففوا وينظموا الغذاء، والا انه راح يضلوا حيفوتوا بحلقه معيبه. اذا هذا الاضطراب هو صحيح انه بدين وطبيعي ولسه ما عنده سكر وتشخيص ولساته عنده تمام، الا انه يعني بلشت المراحل الاولى لا من اضطراب استقلاب افراز الانسولين واستقلاب السكر. هلا هي اللي قلنا لكم عليها، الانسان الطبيعي شلون انه ارتفعت شوي وذروه وخلص رجعت للطبيعي، بينما البدين انه بلش عنده انه صارت الذروه عاليه ومطوله، بينما مريض السكري بتجي متاخره الذروه اكثر. هلا شو هي اعمال الانسولين؟ الانسولين هو اول شيء انه بدنا نتذكر انه هو هرمون بناء. المريض يلي ما عنده انسولين بينحف وبيسلط من اواعيه، بينما المريض اللي عنده زياده انسولين وعم يزيد افراز الانسولين عنده لانه المريض عم ياكل كثير وعنده خلايا شحميه كثير وعم يفرز انسولين اكثر بنلاقي سمين اكثر. حتى مرضى الانسولينوما بيجوا بانه عم ينقص سكر وعم يزيد وزنه. إذا الإنسولين بدنا نحفظ إنه هو هرمون بناء، هو بيثبت إنتاج الجلوكوز داخل الجسم. هو بتعرفوا أول شيء بيدخل شو الإنسولين بيدخل بيحرض على دخول الجلوكوز، هي أهم شغلة بكون تعرفوها وأسهل شيء، إنه أول واحدة اللي هي رقم 2 بيدخل الجلوكوز للعضلات وللنسيج الشحمي وللكبد مثل ما اتفقنا. هلا 1 بيدخله للعضلات، 2 بيدخله للكبد وبيقله للكبد اصحك تحل الجلايكوجين اللي عندك لانه انا اللي احجب لك سكر، وبالعكس ما تحل الجلايكوجين لا يا ريت تشكل الجلايكوجين كميه اكبر. اذا بيعزز دخول الجلوكوز للكبد وتخزيني على شكل جلايكوجين. هلا
هلا احيانا بيعزز تحول الجلوكوز الزائد الى حموض دسمه، يعني السكر اللي بيجي على الجسم واخص اذا المريض عم ياكل كثير وعم يصير افراز للانسولين كثير وفي سكر كثير، هالسكر شو بيعمل فيه؟ اول شيء انه بفوته على الكبد، بيساوي لنا جلايكوجين اكثر، بيقول له للكبد لا تساوي لي عن طريق حلقه كريبس، لا تستحدث لي سكر جديد، بيصبت استحداث السكر، بيدخل الجلوكوز للعضلات، بيدخله على الكبد وبيقول له ساوي لنا جلايكوجين، بيدخله بيساوي من الجلوكوز الزائد بسبب حموض دسمه وبيحطه بالخلايا الشحميه وبيزيد كتله النسيج الشحمي، بيزيد اصطناع البروتين واختزانه، فلذلك بنسميه هرمون هرمون بناء. ومثل ما قلنا المريض اللي جايينا عنده سكري وناقص وزنه وسكره ما ينضبط معنا بالأدوية الفموية وفي قصة نقص وزن، لابد من شان إنه يرجع المريض لوزنه ويرجع سكره للطبيعي، أول فترة ممكن إنه نستخدم الإنسولين، فلذلك كتبنا ولذلك يزداد وزن المرضى المعالجين بالإنسولين. هذا عم يلخص الكلام اللي قلنا. هلأ عم يقولوا لنا حزة، إذا نحن مريض عطيته أنا 100 جرام سكر بالفم وعطيته 100 جرام جلوكوز وريدي، مين اللي بيزيد إفراز الإنسولين أكثر؟ عم يقولوا الجواب هو الجلوكوز الفموي. ليش؟ لأنه مجرد المريض مضغ تمه بالأكل وبلش ارتفاع السكر بكمية قليلة بالدم، يعني بلشت مستويات السكر تطلع مباشرة، في عندي شيء اسمه عصبي غدي، في خلايا موجودة خلايا موجودة بالجهاز الغدي الصماوي للجهاز الهضمي بتفرز مركب اسمه جلوكاجون لايك بيبتيد، البيبتيد الشبيه بالجلوكاجون. هذا ما تفكروا شيء مو مهم، على أساسه هلأ رح نحكي على دواء كتير غالي، وهلأ المرضى كانوا يجيبوه من دبي أو من السعودية من شان يساعدهم على ضبط السكر، كتير هذا مهم. وحتى بالأسئلة العالمية كتير بيسألوا على هذا البيبتيد، آلية عمله وكيف الأدوية الجديدة يلي عم يستخدموها لعلاج السكر واللي بتنحي. هذا البيبتيد له شكلين، مثل ما قلنا بينفرز من القسم الغدي الصماوي بأسفل الأمعاء الدقيقة، يعني هون موجود أكثر شيء، بآلية عصبية، وأحيانا بيقولوا بآلية غدية صماوية بس أكثر هو آلية عصبية. هلا هذا بيأثر، شو بيأثر هذا البيبتيد؟ بيروح له على الدماغ بيقول له بلش الأكل يجي، انت والله انه تضل عم تقول انه والله اي جوعان اي جوعان، خلاص يعني اجى الاكل خفف لنا من مستوى الشهيه، بيروح على المعده بيخفف افراغ المعدي، فلذلك المريض بياكل لقمتين بيقول والله انا حاسس حالي شبعان، القلب بيحسن انتاج القلب ويحمي عضله القلب، بالنسبه للبنكرياس بيزيد من افراز الانسولين وبينقص من افراز الجلوكاجون وبيزيد من تركيب الإنسولين وبيمنع موت خلايا بيتا. إذن بيحافظ لي على البنكرياس، بيقول لي للمعدة اشعري بالتخمة بسرعة، ما في داعي إنه المريض والله يأكل الطنجرة كلها ويقول والله لسه أنا جوعان، وبيقول وحتى الدماغ بيساعده بهالشي بيقول له فعلا إنه أنا بلشت أشبع، والمعدة بتقول إنه والله امتليت، والقلب بيرتاح والبنكرياس ما بيموت بسرعة، معناها هالبيبتيد فعلا شيء سحر. فلذلك بعد ما شافوا هالشيء انبسطوا وقلدوا وعملوا منه دواء اللي اسمه الإكزاتينيد، وهو بنفس الوقت مثل ما قلنا مو بس بيزيد إفراز الإنسولين من وبيخفف إفراز الجلوكاجون، ومو بس بيحافظ لنا على البنكرياس وبيقول ما يصير عندك أبوبتوسيس اللي هو الموت الخلوي المبرمج، كمان بيزيد من حساسية الإنسولين، بنقص من إنتاج الجلوكوز الكبدي يعني استحداث الجلوكوز بالكبد، وإدخال السكر للعضلات والنسيج الشحمي. إذن كتير هو رائع، على فكرة هو اكتشفوه بعام 2005، يعني جديد ما صار له زمن 16 سنة. هلأ من بين الهرمونات اللي بتنظم السكر كمان عنا الجلوكاجون، إذا الأنسولين بينفرز من خلايا بيتا هو بينفرز من خلايا ألفا،
بتعرفوا بيرفع السكر الدم بشكل إسعافي، وقت بينقص سكر الدم الجلوكاجون بيفرز منشان ما ينقص سكر المريض. الأدرينالين بينفرز بالكزر، تعرفوا الكورتيزول هرمون النمو. هدول شو هدول اللي سميناهم مرة إذا بتتذكروا الهرمونات؟ شو الهرمونات الشدة يلي بترفع السكر إذا بتتذكروا، هي الجلوكاجون، الأدرينالين، الكورتيزول، هرمون النمو. الكورتيزول هرمون النمو هنين بطيئين على المدى البعيد شوي، بينما الأدرينالين هنين إسعافيات، يعني مباشرة إنه بيرفعوا السكر الدم بشكل إسعافي. هلا في عنا هذا المخطط، بدنا نحكي عن، هلا بدنا نرجع نحكي عن وبائيات الداء السكري. هلا شايفين قبة جبل الجليد، هلا اللي فوق المي اللي نحن هلا شايفينه بصراحة هي هدول المشخصين، بس اللي تحت الكتلة اللي كبيرة اللي تحته هن المرضى يلي هن العدد أكبر اللي هن غير مشخصين أو ما قبل السكري، بينما المشخصين كتير قلال. بس معهم وأخص بعد موجة فيروس الكورونا وتضعيف وضعف المناعة وإعطاء الكورتيزون، بصراحة يعني صار تقريبا لهون الخط كتير. هلأ بعد الكورونا عم يزيد تشخيص السكري، لأنه المريض عم يتعرض لشدة، المريض عم نعطيه الكورتيزون، الخلايا بيتا عم تتعب أكتر، عم يصير عندنا بسبب الشدة عم تموت موت خلوي مبرمج لخلايا بيتا، عم يزيد تشخيص داء السكري بشكل واضح بعد الكورونا. هلا ليش إنه الداء السكري مهم مثل ما قلنا بأول محاضرة؟ لأنه أول شيء إنه كتير شائع بالمجتمع، ما قلنا مثل هلا إذا عملنا هلا على مجموعتنا إنه كم واحد من قرايبينه درجة أولى أو درجة تانية معه سكري، يمكن ما في واحد إلا حيحط إيه. هلأ أنا بالنسبة إلي يعني عمتي إنه مع داء سكري، الله يبعده عنا وعنكم يا رب. هلأ شغلة ثانية إنه بصراحة مثل ما قلت لكم مريض عمره 30 سنة، إنه إلا ما يروح يا لعند دكتور القلبية لأنه نسدوا أوعيته، أو راح لعند دكتور الأوعية بده يبتر له إجره، أو راح لعند دكتور العينية لأنه فقد بصره. وبتعرفوا هو ماله خاص بفئة معينة، هو شائع بكل العالم، بس هلأ عم يزيد عند الناس اللي كتير أغنياء واللي كتير كسولين مثل دول الخليج. عوامل الخطورة لهدول، عوامل للإصابة بالسكري كثيرة، وشوفوا عدم ممارسة الرياضة. صارت البنت ما بتتزوج لحتى يجيب لها العريس غسالة أوتوماتيك وجلاية ومكنسة كهرباء وسيارة مشان ياخدها فيها لبيت أهلها، هي بس عليها تأكل الجاتو وتتفرج على الإنترنت وتسمن. تزوجت وزنها 60 كيلو، بعد ما ولدت أول ولد صار وزنها 90 كيلو، وبتقول لجوزي بدي يتجوز علي. إذن عدم ممارسة الرياضة، يعني نمط الحياة الكسول، تناول غذاء غير صحي، أمي تطبخي يا مرة، لا والله معلش تجيبوا لنا اليوم همبرجر، معلش تجيبوا لنا شاورما، وشو كمان بيتزا، كلهم هاي تناول غذاء غير صحي. ومثل ما قلنا أكل ومرع وقلة صنعة، شو بده يصير الوزن أكيد كبير كتير. معلش هلا يمكن داخلكم شان هيك بلشنا نحكي حكي، بس ما هلا ما يزعلوا منا البدينات، يعني مو شرطها. ليش لازم نخاف من الداء السكري؟ مثل ما قلنا لأنه كتير عم من انتشار الوباء كبير كتير، يعني تقريبا احيانا ربع السكان بيكون انه مصابين بالداء السكري. وبتعرفوا المجتمعات الراقيه واللي عندهم سيجورتا او الامان الصحي، تامين القطاع الصحي، بيحسبوا انه الكلفه الاقتصاديه اذا الوقايه خير من قنطار علاج. قد ما خففنا من مرضى السكريين كتير، قد ما بنخفف انه كلفه مشافي وقسطره قلبيه وبتر وكذا من هالشغلات. شو هي الاختلاطات اللي بتصير مع المريض السكري؟ مثل ما قلنا بتور أقدام، قدم السكرية، قصور الكلوي، اختلاطات قلبية العامة، واختلاطات وعائية عصبية. هلأ هي الاختلاطات يمكن تجنبها بالمرحلة الباكرة بالمعالجة والتدبير الجيد، بينما إذا صارت لمراحل متقدمة ما يمكن.
هلا احنا صرنا بتحبوا تاخذوا اليوم المحاضره بصراحه كثير دسمه، بتحبوا تاخذوا استراحه شي 10 دقائق يعني لسه لانه في حكي منيح، او بتحبوا منكمل؟ انا ما عندي مشكله، انتوا شو بدكم اكتبوا، بتحبوا استراحه 10 دقائق ما عندي مشكله، تفضلوا. صوتوا بدكم استراحه ولا لا؟ يبدو انه ما حدا معنا. معك معك دكتورة، إذا بتريدي كملي. إيه هذا حكيك، هذا حكيك ولا حكي المجموعة؟ لا ما حدا حكى عن المجموعة، أنا بحكي بس يعني إذا حدا ما عارف يحكي. أنت يعني أنت المفوض بكلام الجميع؟ وأنا ما بعرفك طبعاً، بحترم رأيك. لا لا عن نفسي. إيه طيب شوف إنك مالت المجموعة. يلا هلا عوامل خطورة الإصابة بالسكري، بتعرفوا إنه يعني وقت الواحد بيكبر بيتعب عضلاته، بيتعب عيونه وعظامه بتتخلخل وبيشيب، وبنفس الوقت مع تقدم العمر بتتعب خلايا التاء اللي بتفرز الإنسولين، فلذلك بيخف إنفراز الإنسولين وبيخف تنظيم السكر، فلذلك بيرتفع السكر. اثنين، الغذاء غير الصحي حكينا عليه. ثلاثة، انه الحياة الكسولة وعدم ممارسة الرياضة. اربعة، زيادة الوزن. وشغلة مهمة كتير، وجود القصة العائلية. هلأ احيانا واغلب الاوقات بيجتمعوا كلهم مع بعض، واحيانا لا، انه بس انه المريض ما حدا من قرايبينه عنده سكر، بس هو هلأ بعمره 60 صار عنده سكري. هلأ شو السبب انه زيادة عدد مرضى السكري، رغم انه تطور هالاستقصاءات وانه المرض عم يدرسه وعم يعني اكثر يمكن دراسات بالعالم هو حول مرضى السكري. هلا السبب انه المرضى الغير مشخصين كتير. هلا مثلا مثل ما قلنا كتير في مرضى بصراحة مثلا سكرهم 150 وما عندهم بوالس وهاف، والله ما شاعرين بالمرض، مجرد انه قربوا او انه صار عندهم هالكورونا اللي هي الموضة الجديدة شخصنا لهم، بصراحة بتلاقي إنه هن جايين من شان مرضهم وبالأساس عندهم السكر 150. هلأ مثلا إنه حللنا لهم نلاقي السكر 160، رغم إنه لو بتطلع بالليل على التواليت بيقول لك لا. إذن إنه نسبة المرضى بالأساس غير مشخصين، نسبة المرضى غير مشخصين بالأساس كبيرة. فقال أحيانا شو إنه المريض بيجي من شان قريب منحلله بيطلع عنده. قلة وسائل التوعية حول هذا المرض من قبل الأطباء. أيوة أحلى شيء شو كاتبين، قال حتى عندما يقوم الطبيب بتوعية الناس حول الداء السكري بيستخدم الديابيتس ميليتاس وبيحكي لهم على الأم بي وعلى الجي إل بي 1، بيقولوا له يخزي العين المريض بالخيمة وعم بيحكي له على الجي إل بي 1 اللي ما معه يحكي، اللي ما معه خبزاته وعم يقول له جيب الإكزاتينيد بيخفف وزنك وبيضبط لك سكرك، وهو بصراحة من مضاهيات الجي ال بي اون، بيقول له تسلم لي على هالتوعية إن شاء الله. وقفة مع الوقاية، كيف بدنا نوقي، كيف بدنا نوقي إنه نخف، الوقاية خير من قنطار علاج، كيف بدنا إنه نبعد عن الداء السكري. هلأ السكري نمط أول بصراحة أحسن شيء تباعده تحابوا، يعني إنه ما يتزوجوا من بعض، هي شغلة من شان إنه ما السكر النمط أول. كيف الوقاية منه؟ إنه وقت منشوف عند المريض إنه الضاد الجاد إيجابية بنعتبرهم سكريين مع عقف التنفيذ. هي انه من القصة العائلية بنتوقع انه كيف حيكون هذا المريض عنده مثلا انه مريض سكري نمط واحد نمط اول، واجبنا باولاد خالاته واولاد خواله وكذا عملنا لهم الضاد الجاد كذا واحد بنلاقي مثلا انه عنده ايجابيين، هدول بنتوقع انه يوم من الايام بصراحة رح يصير عندهم سكري نمط اول ويجونا مثلا بحماض خلوني.
السكر النمط الثاني اللي هو أكثر شيء، هلا السكر النمط أول يحذركم هو 10% من مرضى السكر، بينما من السكريين الأكثر اللي هو السكر النمط الثاني. هذا لازم كتير نوعي المرضى ونقول لهم إنه الوقاية كتير مهمة، مشان ما هلا بتجي مثلا مريضة بدينة وعمرها 20 سنة، طب أنا كيف ما بده يصير معي السكر مثل أمي ومثل خالتي؟ لا تمام، أول شيء عليك بالرياضة وخففي وزنك، كلي مثل ما أكلت ستي وستك، وما في يعني إنه كلي الأكل الصحي وليس الأكل مثل ما هلأ الناس عم يأكلون هاي المأكولات السريعة، وإيقاف التدخين. هلأ بتعرفوا إنه السكري والتصلب العصيدي مجرد إنه ضبطنا عوامل الخطورة، المريضة نقصت وزنها، لعبة الرياضة، وكذلك التصلب العصيدي إنه مثلا خفض الشحوم والكوليسترول، كثير ممكن انه الوقايه من البدايه بعد مو بعد ما انه والله المريض ساوي لنا قسطره نقول له هالحكي، لا بيكون اللي ضرب ضرب اللي هرب هرب، بدنا الوقايه الاوليه البدائيه يعني البدائيه. هلا عم يحكوا انه بدراسه بفنلندا انه كثير لقوا تغيير نمط الحياه كان له دوره. هلا تصانيف الداء السكري كلكم تعرفوا انه تصنيف المعتمد على الانسولين وغير معتمد على الانسولين، هون كتير شارحين بتصانيفه، نحن بدنا بصراحة التصنيف رقم 5. تصنيف حسب الآلية الامراضية، النمط الاول هو المعتمد على الانسولين، النمط الثاني غير معتمد على الانسولين، هدول المرضى اللي بيجوا بدينين، السكري حملي والسكر الثانوي التالي لكوشينج او لورم القواتم او لضخامه النهايات. هلا الامراض البنكرياس قد تسبب داء سكري بعد مثلا التهاب بنكرياس او رض مثلا انه مريض حادث سير او قذيفه مثلا قريبا من البطن، جراحه، سرطان، هذول كلياتهم ممكن يسببوا داء سكري. الأمراض الغدية مذكورين كلهم وأخص المفرزين للهرمونات الشدة، كوشينج، ضخامة نهايات، فرط درق. في بعض الأدوية مريض مثلا لا ما عنده كوشينج بس بياخد ستيرويدات. مرضى الإنتانية مثل الحصبة الألمانية وأخص عند عند الأطفال أو كوكساكي بي أو السي إم بي. سكري مرافق للاضطرابات الصبغية. هلا التصنيف حسب المرحلة السريرية، سكر دم طبيعي، بعدين في عنا انه المريض طبيعي سكره طبيعي، اثنين هدول ما قبل سكري انه اضطراب تحمل الجلوكوز او اضطراب السكر الصيامي، هلا رح يمرقوا معنا بالمحاضرة الجاية يعني الاسبوع القادم، وداء سكري صلي. هلا التصنيف الحديث لداء السكري بيشبهه انه سكري نمط اول، شخصينه انه مناعي يعني انه مناعي ذاتي او مجهول السبب، هلا حنحكي عنه. سكر نمط ثاني، الاشكال الاخرى للسكري الوراثيه والثانويه والسكري الحملي. هلا تفسير الداء السكري، هلا الفيزيولوجيا المرضيه له قلنا بسبب يعني صراحه اضطراب العلاقه بين افراز الانسولين واضطراب الجلوكوز الدم، صار في خلال صار عنا الداء السكري. هلا السكري السكري النمط الاول انه المريض الطفل هو غالبا انه بيصيب تحت ال 40 سنه واخص الاطفال، المريض بيجي ما عنده سكر ما عنده انسولين ابدا، يعني خلايا بيتا تدمرت اكثر من 90% وانسولين صار انه غير يعني عوز مطلق، ما في عندي انسولين ابدا. بينما بالنمط الثاني اللي هو غير معتمد على الانسولين بيكون في عندي خلل بافراز الانسولين، يا اما افرازه مو صح او انه عمله في عليه مقاومه، او احيانا بيجتمعوا الاثنين بعض مع بعض. هلا بعد 2003 صاروا لا يفسروا انه الداء السكري سببه الموت المبرمج، الموت السريع له، او تناقص بكتله خلايا بيتا، او بنقص بنبضات افراز الانسولين. ومو بس الانسولين، انه كمان انه عم يدخلوا موضوع الجلوكاجون بالنص كمان، إنه سوء أو عسر بوظيفة خلايا ألفا وزيادة إفراز الجلوكاجون. مثل ما قلنا بالسكر النمط الأول 80% من خلايا بيتا بتكون ماتت، بالسكر النمط الثاني لا إنه 50% بيكون. هلأ البدانة والسكري، هلأ في عنا نوعين من البدانة إذا منتبهين، واضح عنكم السلايد عم تمام؟
عفوا دكتورة، أول من بشر في البدنية، إذا في مجال بس سؤال. تفضل. هلا دكتورة، حكينا إنه في المرضى اللي تطور عندهم مثلا قصور كلوي أو بتر أو عمى، فهدول المرضى ده حيكونوا هنا مصابين في نمط، في السكري نمط أول للسكري نمط تاني، ولا كده الطرفين نفس الشيء؟ هلا لقلك شغلة، أول ما منشخص الداء السكري عند البالغ، مثلا إنه إجتك مريضة عمرها 50 سنة وقالت لك إنه أنا عندي داء سكري، من إمتى يا خالة؟ والله أنا يعني ما انتبهت على حالي غير من 3 شهور. هدول مباشرة تعملون استشارة عينية، يعني إذا بدك تشتغل شغل أكاديمي، لأنه هدول صار لهم 5 سنين سكر وغالبا إنه وما لهم دريانين. تمام؟ يعني أول شيء مرقوا بمرحلة ما قبل السكري وسكري كامل وما قبل السكري وسكري، احتمال يكون بلش عندهم إصابة الأوعية الدقيقة. هلا هي عموما إصابة الأوعية الدقيقة ما بتبلش إلا بعد 7 سنوات من اضطراب السكر الحقيقي، بينما مريض اللي تشخص له مثلا طفل تشخصوا له أهله سكري من شهر، هذا مستحيل، عيونه مثل الليرة، أعصابه مثل الليرة، ما لأنه شيء حاد. بينما إنه المريضة اللي عمرها 50 سنة وبدينة، هي غالبا إنه السكر عم يلعب بجسمه صار له 5 سنين وما لدر. يعني وصلت الفكرة ولا لا؟ تمام دكتور، تمام الله يعطيك. بينما المريض مثلا بينما المريض اللي سكري نمط أول، طفل عمره 5 سنين صابه سكري، إجا لعندي عمره 25 سنة، هذا بصراحة بيكون قصور كلوي وعيونه وتعبانين. هلأ ذاك اليوم إجتني عندي مريضة بالمشفى هي عمرها 25 سنة، سكري من وقت عمرها 5 سنوات، فاقدة بصرة وقصور كلوي وعم نغسلها. إذا بتصير بعد يعني الاثنين بتصيبوا الاعتلالات الأوعية الدقيقة، بس بتنكشف بالأعمى، يعني بتنكشف بعد 7 سنين من اضطراب السكر أو بعد 9 سنين تقريبا. فلذلك منزعل عند الأطفال السكريين. هلأ هي اللي عمرها 50 سنة بين ما ينهر عيونها وأعصابها بيكون صار عمرها 70 سنة ويعيشوا الحبايب قدها، بينما الطفل يلي عمره 20 اللي عمره 5 سنوات مصاب بالسكري، هذا بصراحة لا حيقدر يتزوج ولا حيجيب أولاد ولا حيتعب أهله ورايح جاي على المشافي، يعني فعلا شيء بحرق القلب وتعب لهم الحمية، كتير الحمية صعبة. إذا طبعا بيصيب كلا الطرفين بس بأعمار مختلفة. إن شاء الله تكون نوصل الجواب منيحة. إيه تمام دكتورة، تمام الله يعطيك العافية. هو بس كان مقصدي إنه النسبة والتناسب بالنسبة لهالنمط أو هالنمط رح يتطور الأعراض أكثر، كان عن نمط أول للثاني ولا نفس الشيء رح يتطور، رح يكون نفسه عند كلا الطرفين. إيه طبعا لا موجودة عند الطرفين، عند الاثنين حسب. هلا مثلا إنه الطفل والله اللي بيهتموا أهله فيه كتير وإنه بيضبطوا له سكره ومهتمين، طبعا إنه بتتأخر الإصابات الأوعية الدقيقة، بينما المريض اللي ما له فارق معه مثل مثال اللي قلت لكم اياه انه ما له مصدق انه في سكر وبياكل بيشرب على كيفه، بصراحه طبعا بيسرع كثير بالاصابات. فلذلك المريض ما بدنا يصير معه سكري، واذا صار معه سكري بدنا ناخر كثير الاضطرابات. هلا شو المشكله انه بالداء السكري؟ انه الداء السكري ليش المريض ما كثير بيراجع اول فتره؟ والله فرحانه بحاله انه زايد وزنه، ومثلا احيانا وما لم المريض عم يتنهر أوعيته شوي ورا شوي وما له حاسة على حاله، بينما المريض المتألم بيركض على الإسعاف أكيد، الألم، الحرق، الكذا، الجلطة بتخلي المريض يركض أكيد على المشفى، بس بينما إنه السكر عم تنهر الأوعية شوي ورا شوي ورا شوي بشكل مزمن على مدى سنوات وما عم يراجع، إنه مفكر ما عم يراجع المشفى، نفكر إنه أموره طبيعية، هو بصراحة عم يدهور بشكل سريع. كل ما كان الضبط للسكر أفضل، كل ما بينأخر الاختلاطات. يعني مثلاً إنه كتير في مرضى بيجوا مثلاً عم يبكوا إنه صاير معهم سكر، يعني أنا بواسيهم للمرضى، لا إنه أنتي بس بصراحة بدك تعطي بالك للحميدك ولا دواكي وتمارسي الرياضة، وبإذن الله كل ما اهتميتي أكثر كل ما بصراحة بيكفوكي شرايينك وأوعيتك لفترة أطول. يعني تجي لعندي عمرك 70 سنة وما شاء الله مثلك مثل غيرك، بينما إذا أكلتي وشربتي على كيفك بعد 5 سنين بتجي مهرية كلك. إذن هلأ البدانة والسكري
تعرفوا كتير بدأنا إلى علاقة مع السكري نمط تاني يعني عند الكبار أكتر من الصغار. فينا بدانة زكرية مثل بدانة التفاحة بيكون له كرش وكتاف وعراض، بينما بدانة الإياصة إنه البدانة الإنثوية إنه إلى خصر، بينما الأرداف فيون النسيج الشحمي. هاي عم يحكوا عنها هلأ. على فكرة وقت بتشوفوا المريض اللي عنده كرش ما تفكروا إنه هذا كرش الوجاهة مثل ما بيقولوا، لا 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 أبدا، كانوا يعتبروا الشحم مثل ما كاتبين إنه هالنسيج الشحمي، كانوا يفكروا أبدا النسيج الشحمي وأخص يعني إنه الحشوية اللي بين يعني اللي بيغطي السرب، هذا الكرش هو الشحم اللي بيغطي السرب والأحشاء، هذا بيفرز مركبات الإنترلوكين 6 والسي آر بي وعامل النخل الورمي تي إن إف، هي كلياتها على خلايا وبتكون يعني قاوم الجهاز. هلأ هي الكتلة الشحمية الحشوية كتير حساسة للكاتيكولامينات اللي هن شو هرمونات الشدة، ورينو والله بعد ما ارتعبت رعبة يطلع معي السكر، مما يؤدي إلى انحلال الكتلة الشحمية الحشوية بتنحل بسرعة بالشدة، بتعطي حمود دسمة حرة وبتعطي مقاومة للإنسولين، وهذا بنسميه الانسمام الشحمي بالداء السكري وبالمرض بحله بعد رعبه او كذا عنده السكري او بعد زعله او كذا. ليش؟ لانه تعرض لأورينات ولينات الشده. هلا السكري بدي يا الله لو بقرر انه شارككم هلا صوره باكل اسود. كتير من المرضى وقت بيجوا لعندي البدينين مباشرة تطلع على رقبتهم، تطلع على تحت الإبط، على على اللهم صلي على النبي، يعني الوجه الإنسي من ما عدنا عرفنا الوجه الإنسي من المرفق، أحيانا بتلاقوه سودة سودة يعني فارقة عن لون البشرة العادية ومخططة بخطوط، هذا اسمه الشواك الأسود. هاي مريضة لو ما عنده سكري على فكرة مؤهب جدا للسكري، من على هو معلامات كتير مهمة للمقاومة للإنسولين، اسمه الشواك الأسود. هلأ السكري النمط الأول 10% من بين مرضى السكريين كلهم. هلأ 90% مناعي ذاتي إنه المريض بيتعرض لقريب أو بيتعرض مثلا لإنتان، وإذا بتشكل أضداد هالأضداد بتروح بتهاجم شو الجزر لانجرهانس وبتقتل خلايا بيتا. 10% ما عندهم أضداد، ما له علاقة بالمناعة الذاتية أبدا. ليش راح الإنسولين من ليش الإنسولين انفقد من خلايا بيتا ما عرفنا. هلأ السكري نمط تاني هو الأغلب من أغلب مرضى السكريين من النمط تاني، إما مقاومة للإنسولين أو بسبب نقص إفراز إنسولين مترقي. هلأ الداء السكري نمط أول بنعرفه انه هو معتمد على الانسولين، وهو فقط من 6-5% من مرضى السكري. بيقولوا انه سكري شبابي، ليش؟ لانه بيصيب الشباب دون العشرين سنة، اكتر ذروة له بين عمر الـ11 والـ15، رغم انه يمكن يظهر باي عمر بس بصراحة هي ذروته. عموما المريض بيجي ماله سمين، ورغم انه لو كان سمين ما بينفي التشخيص، بس وأما عموماً المرضى بيجي مريض عادي هو بالأساس ما له بدين، إجا ببوال وسهاف، عملنا له سكر لأنه عنده أو عملنا له فحص بول خايفين من إنتان بولي وقت بيطلع معنا السكر 3 زوائد. هلأ هذا فترة الكمون تبعه لا تتجاوز عدة أشهر، يعني المريض صار له فترة عم يتخرب وخلايا بيتا عنده بس ما ظهر عنده لا بعد عدة أشهر، بينما الفترة الكامنة عند السكر النمط الثاني سنوات مو أشهر. هلأها كتير من المرضى إنه الداء السكري كيف بيتشخصوا؟ المريض عنده وجع بطن، جابته أمه لعند دكتور الأطفال، عنده ألم بطني وعنده إقياءات وعم يسرع نفسه سريع، وكمان إنه قالت أمه صاره مثلا شيء أسبوع عم يفوت على تواليت كتير، بتقول للدكتور عملي لنا تحاليل، وإذا بيطلع عنده
داء سكري وحماض خلوني مستحيل انه يبعثوه على البيت لانه حماض الخلوني مريض لازم يفوت على العنايه حصرا. له شكلين، الشكل المناعي وشكل مجهول السبب. الشكل المجهول السبب ما بنعرف ليش من عاير الانسولين والبيبتيد سي الاثنين شو صفر، بينما المناعي الذاتي اهلا 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 انتو فيكن تدرسوا، يعني فيكن انتو تقرأوا مو صعبين ابدا، انه المناعي ذاتي كيف انه مثلا داء جريز انه بيتعرف على الخلايا بيتعرف على خلايا الدرق انه مو منه وبيبلش يرميها بالاسلحة المناعية، تماما هيك هدلول انه بيتشكل عندهم اضداد، هي ان اضداد خلايا الجزيرة او اضداد للانسولين. اذا انت تتشكل عنا اضداد وبتهاجم جزر بتهاجم جزر البنكرياس. في عنه عم يقولوا انه له عوامل جينية علاقة بالهلا وكذا. اي اهلا شو احي، انا هذيك المرة اجتني مريضة انه مو بس معها داء سكري ومعها الداء الزلقي وعندها كمان قرايبتها عندها اديسون واختها الثانية عندها سكري وعندها هاشيموتو، يعني انه كتير له علاقة بالامراض المناعية الذاتية اللي سببها انه الجسم بيتعرف على الخلية انه مو منه مو من الجسم وبيبعث له وسائط التهابية تدمر اما مثل ما قلنا مثلا اضداد لخلايا الجزيرة بتقتل خلايا الجزيرة او اضداد للانسولين او اضداد حمض الجلوتاميد اللي اضداد الجهد. هلأ هو مو غالب المرضى بيكون عندهم قصة عائلية مثل ما قلت لكم انه هي المريضة اللي اجت انه هي واهلها عندهم امراض مناعية ذاتية هاشيموتو او اديسون او الداء الزلاقي. هلا اذا في عنا توأم حقيقي واحد ينصاب منهم بالداء السكري نمط اول احتمال اخو تلت بتلت الحالات اخو رح ينصاب 35%. اي الشكل مجهول السبب. هلا في عنا كثير من المرضى بيجوا بيقولوا لي مثلا اطفال عندهم سكري نمط اول انه كثير يا حرام انه زعلانين ومقهورين وكيف كنتم انه يخلصوا من هالمرض. طبعا هو حسبي الله لكن انه والله البنت هل يعني هالطفله المصابه بالداء السكري نمط اول عم ينقص سكره وعم نضطر ننزل للانسولين عم نضطر انه والله خلال شهرين كثير اضطرين انه الحمد لله انه الانسولين كميه كثير قليله واحيانا ما عم بعطيها وسكره مزبوط وعم حللها وعم يطلع 100 110 وكثير مبسوطه الاهل بصراحه بنقول لهم ان شاء الله يعني نتمنى طبعا الشفاء لكل المرضى بس احنا في عنا شيء اسمه شهر العسل. هلا هذا موجود عند هدول المرضى انه بتكون الخلايا بتها عم تتدمر وأخص بوجود الانسمام الجلوكوزي. مجرد ركزنا الإنسولين عطينا المريض إنسولين وركز السكر في بعض خلايا بتها بتتنعنش وبتأفرز لنا شوية إنسولين بيرجع المريض بالفعل الحمد لله يعني إنه بيتحسن فترة بعد مثلا عدة أشهر لا والله بيرجع سكره بيعلى وبيضطروا يرفعوا له الإنسولين. هي الفكرة من شهر العسل والانسمام الجلوكوزي. هلا داء السكري النمط الثاني او بسموه داء السكري الكهلي على فكره لا بس خليني ارجع اركز على فكره كتير مهمه. هلا دور الوراثه بالنمط الاول كتير بالنمط الاول ها يلي انه 90% سبب مناعي ذاتي و10% مجهول السبب هاد الوراثه فيه كتير قليله. يعني عم نقول اذا في شيء وراثي بس بصراحه مو هو الاساس، بينما بالسكر الكهلي الوراثة يعني مو مندلية إنه متنحي أو مسيطر أو كذا لا، بس إنه وراثة متعددة الجينات بس الوراثة واضحة بشكل أقوى بكتير من السكري نمط أول. إذا السكري نمط أول وراثي بنسب كتير قليلة، يعني إذا قلنا
توأم أحادي البيضاء إن إذا أخ صاب احتمال أخو الثاني بس 35%. إذا الوراثة والجينات قليلة كتير بالسكر النمط أول، بينما بالسكر النمط الثاني دوره كبير كتير. إذا دور الوراثة بالسكر النمط الثاني أكبر كتير من النمط الأول. وراثة متعددة الجينات، وراثة تعتبر متعددة الجينات وليس مندلية. يعني إذا أحد التوائم الحقيقية انصاب بالسكر النمط الثاني أخوه رح ينصاب 90%. هلأ كتير مهم إنه البدانة الحشوية وخاصة اللون اللي عندهم كرش، هذا الكرش مو شغلة منيحة، كله عم يفرز وسائط التهابية بتقتل، بتضرب الشرايين القلب وبتضرب جزر خلايا بيتا بجزر لانجرهانس وبتعمل عنا داء سكري. امراضيات الداء السكري قلنا البدانة، الحياة الكسولة، التقدم بالعمر، احيانا في عنا عوامل جينية كلها بتؤدي لاضطراب عمل خلايا بيتا ومقاومة الانسولين ومنه فرط سكر الدم. هلا سكر الدم زايد بيجي جواب الانسولين، اذا جيد وكافي بيكون عنا سكر الدم طبيعي لحد الان طالما انه الامور مستتبة، بينما اذا كان جواب الانسولين صار بيضطرب هون بيطلع عندي السكر النمط الثاني. مثل ما قلت لكم هي الجيد والكافي، رح احط لكم عليها الدويرة، جيد وكافي انما الصبر حدود يعني لفترة معينة، بس بعدين رح يصير الانسولين يقول والله انا بصراحة تعبت، بيصير غير كافي وبيطلع عنا السكر النمط الثاني. هلا مثل ما قلنا الآلية التي تتحدث عن الداء السكري ابتداء من العام 2003-2004 لهلا قلنا انه بس مو عم يقولوا بس الانسولين وكمان الجلوكاجون. شو يعني هون عم يفسروها انه سوء اضطراب استقلال، يعني سوء واضطراب باستقلاب الجلوكوز بالاضافه للانسولين، اما عم ينقص تدريجيا عم يتدرك يوم بعد يوم او انه في مقاومة لعمله بالإضافة للجلوكاجون، بلشوا كمان يشاركوه بالارتفاع الجلوكاجون من خلايا ألفا بيزيد مقاومة الإنسولين وبيرفع سكر الدم. هلأ في عنا موضوع الانسمام السكري والانسمام الشحمي، يعني فرط سكر الدم وفرط الحموض الدسمة الحرة. يعني إذا بدي أشرح لكم عن الانسمام السكري، مثلا مريضة هي بدينة وعندها الداء السكري ومستجيب على الميتفورمين منظم السكر وبدينة، بس وفي عندها قصة عائلية تعرضت لشدة والظاهر انه كانت اكلة سكر كتير. المهم انه وقز انه هي متعودة على سكر 130-140 فجأة صارت انه تفوت على توالد كتير وتشرب مي كتير وصارت تحلل السكر دائما 400. هلأ هون انه صار شو عندي، صار عندي انسمام جلوكوزي. وقت ارتفع السكر بسبب الشدة ومثلا قد يكون بسبب الشدة او بسبب فرط اكل السكر مثلا، صار السكر كبير كتير، كمية الجلوكوز بالدم كتير كتير، بيروح لعند خلايا بيتا لحتى يفرز الانسولين مثل وكانه بينصدم من هالكميه السكر الكبيره، ومثل بيقول والله انا ما عاد فيني، بشل حاله وبيقول انا والله ما فيني. كيف مثلا قلت الواحد هيك بيتعرض انه والله انا انهرت ما عاد فيني، وبيضل الوضع هيك. شو يعني هو الحل؟ المريضه وقتها انه اضطرينا نعطيه انسولين فتره لنقص سكره شوي شوي ورا شوي، بعدين منال الانسولين لحتى يعني قدرنا ننزل له السكر منشان هي على المستقبلات، هي لها علاقة بالمستقبلات والتلقيم الإيجابي والسلبي بين السكر والإنسولين. المهم إنه كانت الخلايا متعودة إنه السكر ارتفع لل 160 والله متكيفة معه الإنسولين، وأما وقت إجا رقم 400 والله قالت أنا ما متعودة على هيك رقم، أنا بصراحة ما بقدر أتصرف من حالي، أنا ما عاد أشتغل، خلايا بيتا والإنسولين وقفوا. صار شو عندي؟ السكر كل ماله يعلى يعلى يعلى، وكل ماله الخلايا بيتا تتسمم بهالسكر العالي. جينا نحن عطينا المريضة إنسولين، ركز سكرها، رجعت الخلايا، رجع السكر لل 130، رجعت خلايا بيتا، ايه انا هلا بقدر اشتغل، واما من قبل ما بقدر، رجعت تشتغل ورجعت الامور لمجاريها. ان شاء الله تكون المثال وضح لكم شو هو الانسمام السكري. الفيزيولوجيا المرضية للنمط الثاني، المقاومة المحيطية للإنسولين، قلة عدد مستقبلات الإنسولين بالخلايا المحيطية، تأخر إفراز الإنسولين مثل ما قلنا إنه ما يصير عنده اضطراب بإفراز الإنسولين، الطور السريع بيختفي،
وبتصير الذروة متأخرة وعالية جدا. المريض إنه بعد 3 ساعات مثل ما قلنا إنه بيقول والله أنا حاسس حالي جوعان. ليش؟ لأنه يعني جواب إنه الإنسولين جوابه صار مضطرب، إنه تأخر وضل وعالي ولفترة طويلة. هلا عوامل الخطورة الإصابة بالنمط الثاني: التقدم بالعمر، البدانة، قلة الحركة، ارتفاع التوتر الشرياني، اضطراب الشحوم، والنساء وخاصة من لديهن سوابق سكري حملي. طبعا بتختلف تواتر النمط الثاني إصابة بالداء السكري النمط الثاني حسب العرق والعوامل الجغرافية. مثل ما قلنا هلا بصراحة بدول الخليج صاروا الأطفال عندهم نمط سكري نمط ثاني، يعني بيجي المريض إنه سمين عنده شواك أسود سكره بحدود 140، وأما مو إنه جايينا مثل الطفل المصاب بالسكري نمط أول جاي بألم بطني وجاي سكره 500، لا بيجينا قد ما في عند قد ما صار في مقاومة للإنسولين، الولد قاعد على الإنترنت والخدامة لقدامه هو ما بيشتغل شيء بس قاعد على الإنترنت وبياكل شيبس وكولا وبيتزا وهالحكي. هلا أسباب المحتملة لفشل خلايا بيتا: أول شيء نقص كتلتها بسبب الأبوبتوسيس الموتي الخلوي المبرمج، أو تناقص التكاثر الخلوي بسبب الانسمام الجلوكوزي، او ترسب الماده النشوانيه الاميلين في الجزيرات مثل يعني الانتانات او الالتهابات المزمنه. بتعطي داء نشواني لماده الاميلين، بتيجي بتقعد بتنصب مثل صبه على يعني صبه البيتون على الخلايا، بقى الخلايا ما عاد بتقدر تشتغل شغله مزبوط. الانسمام الجلوكوزي ان شاء الله تكونوا فهمتوه بالمثال اللي قلتلكم اياه. فرط السكر المستمر اللي ما له متعود عليه، خلايا بيتا ما أنا متعودة على هيك رقم سكر لتتجاوب معه بالإنسولين الموجود عنده. الانسمام الشحمي نفسه هو الانسمام الجلوكوزي، إنه كمان بيتعرض المريض لشدة أو لشح، إنه تنحل من بسبب مثلا شدة في زيادة إفراز الكاتيكولامينات، تنفرز حموض دسمة حرة كتير، بتروح على الوريد الباب، بتبعت للكبد، بتزيد مقاومة الإنسولين، بتزيد استحداث السكر، ومندخل بانسمام شحمي وجلوكوزي. استنزاف الخلايا بيتا: هلا يؤدي الفرط الشديد لسكر الدم لتثبيت افراز الانسولين باليه اللي قلت لكم عليها الداون ريجوليشن، اضطراب بمستقبلات الانسولين، واضطراب حتى فيما بعد المستقبلات الخلويه، واضطراب نقل الجلوكوز. هلا هي نفس الفكره، انه مريض عنده سكر عري 300، تمام، جابونا دواء انه استخدموه لمرض السكري وبنقص السكر على الاقل 50 وحده، واذ انه المريض والله نزل نزل سكره من 300 ل 120. كيف هيك صار؟ شو كان مثل ما قلنا لكم انه انسمام جلوكوزي، تفسيره انه المريض وقت صار سكره 300 كان عنده انسمام جلوكوزي، الخلايا بيتا كانت مشلولة ما لقدر أن تشتغل، مجرد أنه نقص السكر شوي رجعت تبلش تشتغل وتأفرز من عندها إنسولين. هلأ نظرية الجين المقتصد: أدواء السكري أدواء السكري الثانوي مثل ما قلنا بسياق أمراض هرمونية ورم القواتم داء كوشينج ضخامة نهايات، والسكري مودي هذا سكري وراثي، هذا اضطراب وراثي بخلايا بيتا إما على مستوى الأنظيمات أو مستوى المستقبلات، بيصيب الشباب قبل 25 سنة بس هذا وراثة جسمية مسيطرة، يعني الأب معه يا عمره 25 سنة وسكري نمط مثلا إنه سكري وراثي سكري نمط أول غالبا بيكون، بيجي ابنه وابنه يعني مثل ما قلنا وراثة جسمية مسيطرة، طبعا هذا نادر وبينعرف عند بعض العائلات. السكري الحملي: ارتفاع السكر الدم اللي بنكشفه أول مرة أثناء الحمل بعد الأسبوع 24، دائما نحن نكشفه بين دائما كل مريضة حامل لازم تعمل بين الأسبوع 24 والأسبوع 28 لازم تعمل سكر عري. عوامل الخطورة: إذا في قصة سكري عند قرايبينا، إذا عمر أكبر من 35 سنة إنه تكون خلايا بيتا تعبت شوي،
المريضة جاي قبل بمرة جنين عرطل، معناها إنه دليل إنه في عندها إنسولين زيادة، راح لعند الطفل، الطفل صار عنده ينقص سكره شوي، صار ينتج الإنسولين بناء مثل ما قلنا، وينقص سكره، صار حتى بنكرياسه إنه صار يفرز إنسولين، ويكبر الولد وبيجي وزنه 6 كيلو. أو إنه عنده اضطراب بتحمل السكر، أو قصة سابقة للسكري حملي، البدانة بتأهب للسكري الحملي، مبيض متعدد الكيسات، لأنه في من بين مزايا إنه بيزيد المقاومة للإنسولين، وفي عنا شعوب عالية الخطورة، ومن بيناتهم السوريات. هلأ الحمل هي كتير مهمة، الحمل هو حالة مولدة للسكري أم حالة واقية من السكري؟ هي قد تجيكم سؤال، لا هو حالة مولدة للسكري. ليش؟ لأنه المريضة من بتزيد أكلها، لأنه من شان خطية، من شان البيبي عم يتغذى منك، ما بتاكل عن مو بس عن البيبي وعن 10 بيبيات تانيات، فلذلك بيزيد وزنه. اثنين، زيادة المقاومة للإنسولين. ليش؟ لأنه الهرمونات المفرزة من المشيمة أغلبها هي هرمونات معاكسة للإنسولين، بتزيد المقاومة للإنسولين. وبالأساس في عنا اللاكتوجين المشيمي والكورتيزول وهرمون النمو، هدول بالأساس هني مثل ما قلنا هرمونات مولدة للسكر، ترفع السكر. هلا وكثير من البنات الغير سكريات، اذا بتنتبهوا وقت مثلا اللي بتداوم بعيادات عيادات الحوامل، بتعمل لهم دكتوره السكر دائما سكره ناقص 60 58 50 ينقص سكرك. لا، هو بالفعل انه عند الحوامل الطبيعيات لازم يكون سكره ناقص على الريق. ليش؟ بسبب زياده افراز الانسولين للتغلب على هي المقاومه اللي ذكرناها بالرقم 2. إذا كل المرضى الناس العاديين بنقبل سكر لل 126 نقول سكري، إلا عند الحوامل، هذا الرقم كتير مقدس. الحد الأعلى الطبيعي عند الحوامل هو 95 وليس 126. ها، يجب تحري السكر الحملي لدى جميع الحوامل، وخاصة ذوات الخطر العالي بين الأسبوع 24 و 28. كمان هي الأرقام كتير مهمة، رح يجي منكم أسئلة. الاختبار المشخص واختبار تحمل الجلوكوز كيف بنساوي؟ أول شيء في عنا اختبار المسح الأولي، بنعطي المريضة 50 جرام جلوكوز تاكلهم، مو شرط على الريق ولا مو على الريق، بنعاير السكر بعد ساعة، إذا نزل تحت ال 130 عظيم، إذا فوق ال 130 إلا لازم نعمل لك اختبار تحمل الجلوكوز. اختبار تحمل الجلوكوز بنعطيها 100 جرام على الريق، وبنحلل السكر على الريق وبعد الأكل بساعة، وبعد بعد هال 100 جرام يعني بعد ساعتين وبعد 3 ساعات. هي الأرقام كمان كتير مهمة، إنه سكر الدم على الريق لازم يكون حتى يكون طبيعي لازم يكون تحت ال 95، المرضي فوق ال 95، والأرقام شوفوا مختلفة عن الناس الطبيعيين، يعني نزلوها. ليش؟ لأنه عندهم حالة مولدة للسكري. خطر الإصابة بالسكري على الأم، إنه المريضة بحيصير عندها سكري لاحقا، قد يصير عندها انسمام حملي أو إنتانات بولية، بينما على الجنين بصير عنده جنين عرطل، ممكن بعد الولادة يتعرض لنقص الكلس أو لنقص السكر، ممكن لنقص نضج الرئتين، زيادة الوفيات حول الولادة والاستسقاء الأمينوسي. هلأ كل ما كان السكر عالي كل ما احتمال وفيات الولدان أعلى. الحمية ضرورية للحامل، رياضة مناسبة للحمل، إذا بدنا ندبر داء السكري ممكن نعطي الإنسولين إذا زاد السكر عن 140. هلأ السكري الحملي ممكن أنه نعطيه الميتفورمين اللي هو منظم للسكر، وهو مركب غير مشوه. عموماً أنه السكري الحملي بيختفي بعد الولادة، مو بكل الحالات، ب 75% من الحالات انه بترجع طبيعيه لانها مؤهبه للسكري نمط ثاني. في 25% من المرضى بصراحه بيضلوا سكريين، يعني ما بيروح منهم السكر ابدا. كثير شغله مهمه انه اي مريضه صار عندها سكري حملي بدها تنتبه، لانه هذول كثير مؤهبات بشده لاصابه بنمط السكر. لا اجتكم مريضه حامل سكريه ولا السكري الحملي؟ الحامل السكري انه هي عندها سكر وهلا صارت حامل، هي ما بعطيها غير انسولين حصرا،
بينما السكر الحملي ممكن على جبي انسولين، ممكن على جبي الميتفورمين. الخلية الشحمية ما عدت انه تعتبر وسادة وكرش الوجاهة، لا هي بصراحة مقاومة للانسولين، عم تعطي عوامل التهابية ممكن انه تسبب بالداء القلبي الاكليلي. المتلازمة الاستقلابية الميتابوليك سيندروم هي انه بدانة مع انه اضطراب بالسكر، ارتفاع ضغط الدم اكثر من 130 على 85، اضطراب بالشحوم حصرا بالشحوم الثلاثيه التي جي اكثر من 150، مستوى الكوليسترول المفيد بيكون اقل من 40 عند الذكر، اقل من 50 عند الانثى. البدانه بياخذوها البدانه المركزيه انه محيط الخصر، يعني عن جد ارقام بصراحه بتقول انه كلياتنا عندنا متلازمه استقلابيه. زيادة الفعالية الخسارية والتعرض للتجلطات. وأخيراً انخلصت المحاضرة وتمت بعون الله. الله يعطيكم العافية، اللي عنده سؤال يتفضل يسأل، بس ما تكتروا كتير لأنه ما عدنا ركزنا زيادة. تفضلوا دكتورة لو سمحتي. تفضل. الميتفورمين هو دواء مؤامن حملياً، كيف عم نعطيه للسكري الحملي؟ كان مؤامن حمليا، هلا صار امن، لا بيعطوه اخص اذا المريضه عندها مبيض متعدد كيسات، صار لها مثلا فتره ما حملت، اعطوها ميتفورمين وخلوها توزع تنزل وزنها، واعطوها محرضات اباضه وصار عندها حمل. اذا احياء يعني عم ينصحوا انه حتى يكملوا للميتفورمين لثلاث شهور وبعدين بيراقبوا السكر، يا اما بيعطوها انسولين يا اما انه قد تتابع الميتفورمين. هلا هذا الكلام بصراحه حديث، يعني من قبل اي كانوا يقولوا الميتفورمين ما بينعطى، بس هلا حديثا صاروا يعطوه. دكتورة تفضل. بعد إذنك، السكر نمط 2 نمط 1 ولا نمطين؟ يعني خلل على مستوى الأقنية المفرغة للإنسولين ومقاومة الإنسولين بالخلايا الشحمية، منفصلين أم مترافقين؟ أي هلأ بالسكر نمط أول بالدرجة الأولى هو الضاد إما لإفراز الإنسولين، أو يعني يا إما بيخرب بس يعني الخلايا خلية بيت تمنيحة بس إنه إفراز الإنسولين مو موجود عندها، أو الخلية ماتت. هاي بالنمط الأول. بالنمط الثاني قد يكون الاثنين مشتركين، إنه في شوية خلل إفراز، في خلل بالمستقبلات، وفي مقاومة محيطية للإنسولين. بس بالنمط الأول انه في شيء عم يدمر الانسولين من انتاجه الحقيقي، اما الخليه، او يعني في اضداد للخليه او اضداد للانسولين بحد ذاته، اول ما ينفرز دغري مباشره بتمسكه المناعه وبتقتله. هيك الجواب، وصل الجواب ولا انت السؤال؟ لا ما لا دكتوره، سؤالي عن النمط الثاني بس، انه النمط الثاني هو اما يعني بيكون قل على مستوى الأقنية المفرغة للإنسولين بخلايا بيتا ومقاومة للإنسولين بالخلايا الشحمية، الاثنين بيكونوا سوا؟ إلا في إمكانية مثلاً بمرضى تكون لا، أول شيء بيبلش، أول غالباً أول شيء بيبلش بزيادة المقاومة للإنسولين من برا، بعدين بيزيد السكر، وقت السكر مثل ما قلنا بيعلى كل ماله إنه بيدمر خلايا بيتا بالانسمام الجلوكوزي، انه لسه السكر عالي وما عم تلحق افراز، اخر شيء بتفلس. بس عموما السكري نمط ثاني عموما ببلش بالمقاومه المحيطيه، بعدين بينتقل وبتتدمر الخلايا البيتا. والدليل على ذلك انه مثلا مريض سكر صار له عنده سكر 40 سنه، عم ياخذ الميتفورمين وعم ياخذ الادويه اللي بتزيد افراز الانسولين، والله ماشي حاله، يوم من الايام هالمريض سلت من اواعيه قد ما نحت وما عدته نزل سكره نهائيا، دليل انه كان في عندي انسولين وما عاد عندي انسولين ابدا، خلاص الخلايا ماتت للابد، ما عاد في انفراز انسولين، بنصير نعطي الانسولين كميات مضبوطه وبيرجع سكره تقريبا للطبيعي. بس يعني بصير بعطيه انسولين، مو مثل قبل كنت اعطيه انا خوافض سكر ومنظمات سكر، لا. تفضلوا. تمام دكتور، عافية، وصلت الفكرة. بس معناها ما حصرا بدين؟ لا، أحيانا لأقول لك شغلة، أحيانا مثلا في مرضى إنه لا نحيفين، ما عندهم متلازمة استقلابية أبدا،
يوم بعد يوم يوم بعد يوم الخلايا بيتا صارت من العمر كيف انت كيف مع العمر عم نشيب كيف مع العمر عم تتعب عم يتعب الجسم نفس الشيء خلايا بيتا بلشت تتعب مع انه هي ما كان فيها المقاومه الفظيعه على الانسولين خلايا بيتا بلشت تتعب من العمر وتموت تتنكس ومن نعمره ننكسه في الخلق تمام انه بتبلش خلايا بيتا يوم بعد يوم تتعب تتعب بعدين انه وصلت لحد انه ما عدت تقدر تسيطر على الجلوكوز اللي عم يجي نضطر نعطي الانسولين من برا بس واما المرضى البدينين عموما بتجي اول شيء بالمقاومه مشكوره دكتور في سؤال دكتوره بالمريضه ما بين متعدد كويسات بالكورس العلاجي بدخلوا الميتفورمين تفضل بعطوا الميتفورمين للمريضة مبيض متعدد الكوليسات أي أكثر من وصفة شفتها أنا فهو يعني بعالج الحالة ولا علاج السكر المتراوح هو ما في سكر مع المريضة بكون هو بيعالج لا هو ما عنده السكري بس يعني من ضمن آلية المرضية للمبيض المتعدد الكيسات بيصير عنده المقاومة للإنسولين هلأ مثلا أنه أحيانا في مريضات لا مبيض متعدد الكيسات بس نحيفات بس الأغلب أغلب المرضى اللي عندهم مبيض متعدد الكيسات إنهم بيكونوا بدينات وعندهم عد شباب وعندهم شواك أسود في آلية لا هلأ هو حنجي عليها إن شاء الله على المبيض متعدد كيسات ونشرح آلته المرضية مزبوط بس كثير من المريضات البدينات اللي عندهم مبيض متعدد كيسات منعالجهم بالميتفورمين بيقلل من مقاومة الإنسولين بيقلل من خلايا من الخلايا النسيج الشحمي مع الحمية يعني بتصير أموره منيحة وأحيانا على الميتفورمين لحاله بيحملوا على فكرة حنجي إن شاء الله بس ليجي حيمرق معنا المبيض متعدد الكيسات رح نشرح لكم على آليته المرضية بالضبط إن شاء الله. في سؤال غيره؟ دكتورة الأسئلة موجودة على الشات. أنا ما كنت عم بفتح الشات. هلأ. والله هلأ السكري ما حنخلص أسئلة على فكرة. على الشات. أصلاً أنا ما بعرف إنه بتفتحوا الشات بهذا البرنامج. من أي مكان بتفتحوا على الشات؟ في دائرة بالإشعارات الموجودة فوق. أي تمام. هيك شخطين. لا ما ظهر ولا عندي طيب رح وقف تسجيل إذا هيك عشان ما يصير طويل رح أبعت لك الهدول على الواتس الأسئلة والله بيكونوا كتار لأنه أنا شحن جوالي حيخلص لا مو كتار ثواني ما وصلوا طيب هل يعطى الميتفورمين للوقاية من السكر عند مريضات المبيض متعدد الكيسات؟ لا منعطي مو منشان الوقاية من السكر منشان كعلاج للمبيض المتعدد الكيسات مثل ما قلت لكم أنه أحيانا المرضى بينحفوا عليه وحتى بيصير عندهم إباضة وبيتحسنوا بتتحسن الشعرانية اللي عندهم
وبتتحسن اضطراب الطمس اللي عندهم. هلا اذا طفل عنده نحافه ونقص شهيه وجوع بعد الاكل مباشره، هذا من مؤشرات السكر الشبابي؟ لا ابدا ابدا ابدا، لا هذا بس فقط عند المرضى السكري نمط ثاني. كيف يتم تشخيص السكر الشبابي قبل الدخول بمرحلة الحماض الخلوني؟ هلأ مثل ما قلت لكم، يا الولد أنه عموماً أنه بتقول أم بتجيبه أنه واو حاسي هالولد ما له مرتاح، أنه ممكن تعملي له تحاليل عامة، أو أنه الولد أنا حاسته عم يفوت على توالته وحاسي عنده التهاب، منحلل له السكر ومنحلل له البول منلاقي السكر إيجابي. هلأ هو أحياناً بيتشخص يعني بأنه هيك بوالوس وهاف تحليل بول أنه شاكين التهاب مجاري بولية، أو أنه المريض لا بيجي على الإسعاف بسبب إقياءات وألم بطني منشخاف ما عنده من الزايدة، وإذا بنعمله التحاليل عامة وإذا بيطلع معنا السكر عالي كتير. إيه لا، وأما هذا الطفل يلي عنده نحافة ونقص شهية وجوع بعد الأكل مباشرة، هذا بيقولوا عليه دود أكثر، يعني إنه الدودات عم تأكله الأكلات. لا بس إنه هذا الطفل إذا ما عنده سك يعني إنه ما منفكر أبدا عند الأطفال إنه وأخص إذا نحيف إنه حيصير عنده سكري، ما بتنبأ أبدا إلا إذا قرايبه عنده سكر نمط أول وساويت له الضاد الجاد هون عندي فقط. سو أما لا، بس المرضى الكبار بالعمر الإسمان يلي إنه بعد ما يأكلوا بساعتين بيقولوا إن شاء الله جيبونا تحلاي، هيك حاسين حاسة دمنا وبتمي في شيء إنه بس بدي أكل شيء حلو، هاد لوني عند الكبار بالعمر. في غيرهم؟ في غيرهم يا آسيا؟ لا دكتورة ما في غير هدول السؤالين. يلا الله يعطيكم العافية، طولنا عليكم اليوم كتير. لا فكرة، الله يجزيك الخير وإياكم. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. لازم أطلع من المكانين لأنه هلأ بدي أطلع دوجة على أولادي. إيش درست ولا ما درست؟ شو درستوا ماما؟ يلا السلام.